الذي صدر عدنان بن المتحدث باسم بيت الأبيض تحدث عن حاسد قادرية أو رفع دعوة. هذه خطوة أكثر تقدما من ناحيتها من ناحية دلالات اللغوية. نحن نعرف أن هناك جهود مبذولة للحد من آثار الاحتلال الإسرائيلي وما يسبب ذلك من كوارث. للأسف لا توجد لدينا ثقة كبيرة في الحكومة الأمريكية والدولة الأمريكية رغم هذه التصريحات. لهذا السبب يجب أن يستمر الضغط، وهذه الأخبار والقصص يجب أن تنشر وتبث.